مرحبا، أنا عبد الرحمن. مرحبا، وأنا كريستال، ونحن اليوم معكم من ولايتي نزوى والرستاق في سلطنة عمان. تقع نزوى في محافظة الداخلية في السلطنة، وكانت هي العاصمة في عصور الإسلام الأولى. أما الرستاق فتقع شمالية سلطنة عمان، وتتميز بكونها تجمع واحات النخيل، وفيها سنتعرف إلى أماكن سترغبون حتماً في زيارتها. بما أنني أهوى المغامرات سأخوض الكثير منها، وسأتجول معكم في الأسواق الشعبية للتعرف على طبيعة هذا البلد. وأنا كالعادة سأبحث عن المعالم التاريخية والثقافية هنا، وسنزور الكثير من الأماكن الشيقة، فاستعدوا. أنا بعرف إنه أنت منك من محبي الأماكن التاريخية، بس ما تخيل قد سعيدة إنك رح تزور مع القلعة. حزور اليوم معك القلعة، مع إن جدولي حافل ومليء بالأنشطة، كمان أنت وعدتيني تزوري معي السوق الشعبي. اتفقنا، القلعة بعدين السوق. يلا. كما ترون القلعة هي عبارة عن مبنى دائري كبير مبني بالحجارة والجص. استمر بناء القلعة 12 عاماً في عهد الإمام سلطان بن سيف بن مالك اليعربي في القرن السابع عشر، وهي تحفة أثرية نادرة. شيدت قلعة نزوى على قاعدة مردومة بالحجارة علوها 15 متراً، ويقال أنها تمتد 30 متراً إلى باطن الأرض، وهي مزودة بفتحات مدافع. هذا السوق من أهم وأعرق أسواق سلطنة عمان، فهو سوق واسع وشامل، ويمكنك أن تجد فيه البضائع التقليدية. علاقة سوق نزوى المميزة بريفه تجعله غنياً بالمنتوجات النباتية والحيوانية الأصيلة وذات الجودة العالية. تشهد سوق نزوى أيضاً أهمية خاصة في العطل والأعياد، نظراً إلى كون الناس يبحثون في هذه الفترة عن أضحيتهم، والبعض يفضل شراء الأغنام وهي لا تزال صغيرة العمر لكونها أرخص سعراً. أهم يوم لزيارة السوق هو يوم الجمعة، إذ يقوم السكان المحليون بالتوجه للتسوق منذ السابعة صباحاً وأحياناً أبكر من ذلك. وربما هذا يجعل زيارة السوق تجربة فريدة ومهمة إذا كنتم ترغبون في رؤية حياة العمانيين عن كثب. كريستال، ما قلتي لي حبيتي جولة السوق اللي أخذتك عليها؟ صراحة كانت كتير مميزة، وأنت ما قلت لي حبيت الألعاب؟ لا حبيتها صراحة. أكتر شيء حبيته بنزوى قد إيه محافظة على عاداتها وتقاليدها، يعني بتشوف هول الصناعات التقليدية بالسوق، ما أقول شو حلوين. حلوين، عشان كذا اليوم أنا رايح أشوف صناعة الخنجر العماني. شو حلو، وأنا كنت مقررة أما أرجع على عمان روح شوف كيف بيصنعوا البخور، بدي أجرب كمان الزي العماني. ممتاز ممتاز، إذا خلاص نشوفهم بعدين نرجع. عندما تزور سلطنة عمان أول ما سيلفت نظرك هو مشهد العماني بزيه التقليدي، فالخنجر العربي لا تجده إلا في اليمن وجنوب السعودية وعمان. هذه الصناعة يعود تاريخها إلى بضعة آلاف من السنين، وقد استمرت وتطورت وحافظت على مكانتها إلى يومنا هذا. اليوم سأتعلم كيف أرتدي الخنجر العماني التقليدي، فإذا كنتم تعتقدون أن الأمر سهل فأنتم حتما مخطئون. صناعة الخناجر في عمان تعتبر من أبرز الصناعات الشعبية التي يتناقلها الناس أبا عن جد، يعود تاريخها إلى آلاف السنين وقد استمرت وتطورت وحافظت على مكانتها إلى يومنا هذا. أترك عبد الرحمن لخنجره وأذهب معكم في رحلة تفوح برائحة البخور العطرة. تشتهر سلطنة عمان بصناعة البخور أو اللبان كما يطلق عليه العمانيون. خالة، عندكم أنواع كثيرة من البخور بعمان، بتخبريني شوي عنهم ونحن هلأ شو عم نعمل؟ هذا دقات، إنزين، زفران هذا، نسوي فيه عطور، نطبخه بعدين يستوي كمان هذا البخور، عماني هذا، في عود، في أنواع عود، في دخون، في معمول، كل شيء نسويه الحمد لله. من بعد ما يكون هيك مثل بودره كيف بيصير؟ لا بعدين نطبخه مع سكر، ايوه يصير قطع، بعدين كمان قطع يجي بصير قطع بخور بنشوفهم عادي بنشتريهم. ايوه. شو بيميز البخور العماني عن البخور تبع البلدان العربيه الثانيه؟ في بخور عربي، في دقه بلوش، في عود، في كثير سواح بيجوا بياخذوا هالبخور. ايوه ما شاء الله. في لبان، اللبان تو نحن نسويه، نطبخه مع السكر مع العطور. وانت توارثتي هذا طريقه الصنع من اجدادنا؟ من اجدادكم. اي من جدتي. ايوه جدتي كانت تصنع. تعلموها يعني تعلميها انت كمان لاولادك؟ ايوه ان شاء الله. البخور العماني يحتفظ اليوم بصدارته بين انواع العطور الاخرى، ولا يزال الاقبال عليه كبيرا من دول الخليج العربي ودول العالم اجمع. اليوم كان رائع، يعني الزي العماني التقليدي من اجمل القصص اللي شفتها بسلطنه عمان، ما تخيل عبد الرحمن قد ايه في الوان وهيك اهتمام باداء التفاصيل، اكسسوار. العمانيين مميزين بازيائهم، انا كمان لبست الزي العماني والخنجر والشيء اللي انحط على الراس. حلو يعني، كان مره كثير حلو. بكره نهارك كيف؟ بكره حزور كهف الهوتة وحزور الشلالات كمان، انت ايش حتعملي؟ انا طالعه مسفاة العبريين، شفت صور على مواقع التواصل الاجتماعي وما أقول شو حلوة فكتير. دام انك بتتكلمي على الصور، ايش رايك بكره يكون التحدي خفيف وبسيط؟ كل واحد حيزور مكان، فمين يختار او مين يعمل اجمل صورة، مين يصور اجمل صورة، شو رايك؟ يعني بنروح وبناخذ صور وبنجي بنشوف مين اجمل صورة بين الاثنين. بحكم ان انا خبير في التصوير فممكن افوز عليك. يمكن انا اكون الموقع تبعي احلى من الموقع تبعك. خلص نشوف من يطلع بصور افضل. صباح الخير عبد الرحمن، أنا دقيت لك بس شكلك بعدك نايم. أنا اليوم مليانة نشاط ومستعدة إني أفوز عليك بالتحدي. كريستال، أنا صحيت بدري ورايح على كهف الهوتة، طبعاً حلتقط صور من هناك، مش عارف كيف حيكون الضوء، بس الكهف فيه كثير تفاصيل وأتوقع إنه صوري في الكهف هي اللي حتخليني أفوز في التحدي. أنا الآن في واحد من أجمل الأماكن السياحية في عمان. يقع كهف الهوتة على سفوح جبل الشمس الذي يعتبر أعلى قمة جبلية في سلطنة عمان، ويرحب هذا الكهف بالزوار لاستكشاف خباياه من تكوينات صخرية غريبة وكذلك نظامه البيئي النادر والمتنوع. يعد الكهف الأول من نوعه المجهز للاستخدام السياحي في شبه الجزيرة العربية. اكتشفه السكان المحليون منذ مئات السنين ونسجوا حوله الكثير من الأساطير لغرابة الأشكال الطبيعية التي تشكلت فيه على مدار ملايين السنين. يمتد كهف الهوتة لمسافة تزيد عن 4 كيلومترات ونصف تحت الأرض، أما المسافة التي يمكن الدخول إليها فتبلغ 860 مترا. تم افتتاحه كمزار سياحي في شهر ديسمبر عام 2006، ومن حينه أصبح واحداً من أهم المعالم السياحية في السلطنة. طبعاً في مجال الواحد يأخذ أجمل الصور للكهف، تصوير الكهف يحتاج احترافية والاحترافية هذه موجودة عند الجميلي. على فكرة فاتك الكثير. سأبدأ نهاري بجولة مميزة جدا، سنتعرف فيها على واحدة من أجمل المناطق السياحية في السلطنة. تقع مسفاة العبريين على بعد 55 كيلومترا شمال غرب نزوى، في أعالي جبل الشمس الذي يعتبر أعلى جبل في سلطنة عمان ويرتفع أكثر من 3000 متر عن سطح البحر. تاريخ المنطقة يعود لأكثر من 300 عام، وتشتهر القرية بهندستها المعمارية الطينية المذهلة. وقد اعتمد أهالي مسفاة العبريين على الزراعة طوال هذه السنوات كمصدر رزقهم. طبيعة المكان رح تخلينا اخذ كم صورة بيربحونا اكيد بتحدي عبد الرحمن. استاذ احمد، فيك تخبرني شوي عن تاريخ مسفاة العبريين وكيف تحولت هالمنطقة لمنطقة سياحية بامتياز؟ مسفاة العبريين عمرها من 400 إلى 600 سنة، عمرها هذا المنازل كذا. زين، سميت مسفاة العبريين نظراً لتأتيها الرياح من 3 جهات، تحولت لمزار سياحي باجتهاد الشباب، باجتهاد أهالي المنطقة، بترميم المنازل القديمة وتحويلها إلى نزل تراثية أو كافيهات أو إلى متاحف تعبر عن تاريخ القديم لمسفاة العبريين وبشكل عام للسلطنة كامل. أستاذ أحمد، مسفاة العبريين مش بس مشهورة سياحياً ولكن مشهورة أيضاً بإنتاج العسل، فيك تخبرني شوي عن أنواع العسل هون؟ نعم، معنا 3 أنواع من العسل، في معنا عسل السدر وعسل السمر وعسل اللبان. طبعا عسل السدر الانتاج ماله يكون في شهر اكتوبر، بينما عسل السمر يكون بالصيف في شهر 5، وعسل اللبان طبعا نجيبه من محافظة ظفار من صلالة. كثير سواح بيجوا على مسفاة العبريين. نعم. شو هي أكثر جنسيات بتجي؟ أكثر الجنسيات هي الفرنسية والألمانية وأيضا من إيطاليا، من معظم دول العالم. وشو بيكون انطباعهم عن مسفاة العبريين؟ والله ينبهروا بهذه القرية التراثية وبسبب الجو المعتدل فيها وأيضا المناظر الطبيعية الخلابة. عبد الرحمن، أنا أكيدة إنك رح تندم بس تشوف الفيديوز. قلت لك الرحلة ما رح تكون بس ثقافية، كان فيها كتير هايكينج. بعد ما أخذتكم جولة في كهف الهوتة، اليوم أخذكم جولة في شلالات الحقين في ولاية الرستاق. تشهد هذه الشلالات أعداداً كبيرة من السياح الذين يزورون المنطقة لقضاء نزهة رائعة تحت ظلال الأشجار والخضرة والمياه العذبة. وقد قامت وزارة السياحة العمانية بتطوير موقع الشلالات بإقامة مدرجات انسيابية التي صممت وفق النمط المعماري العماني. تبعد شلالات الحقين عن العاصمة مسقط قرابة 150 كيلومتراً، وتعتبر من أبرز المواقع السياحية في السلطنة نظراً لطبيعة المكان وروعته. مرحبا عبد الرحمن. هلا هلا كريستال. وينك شو عامل؟ والله أنا خلصت نشاط والشباب اليوم دعوني، رايح أعمل تخييم وكمان تسلق جبال مع جمعية عمانية شبابية رتبوا لنا هذه الرحلة، فرايح أجرب هالتجربة. أنت إيش حتعملي؟ أكيد رح تنبسط. أكيد. أنا مدعوة على عرس عماني فكتير محمسة، رح شوف تقاليدهم وعاداتهم كيف بيتجوزوا. بايك. انبسطي انبسطي. شوفك بعدين. يلا باي. نشوفك. أشوفك. باي. العرس العماني التقليدي بكل مراسمه متعة للنظر والعين، بخور وحنة ومشموش وملابس ملونة ونساء يرتدين أجمل الملابس. وليلة الزفاف أو الدخلة يحضر جميع أهل العريس إلى بيت العروس مصحوبين بالفرق الموسيقية التقليدية. يغطى وجه العروس بمنديل أخضر كلون فستانها. بلغوني الشباب ان في هنا اعلى ارجوحه بالعالم، انا رايح اجربها. على فكره حتفوتك هذه التجربه. تم افتتاحها قبل 5 أشهر، اكتشفوها هنا شباب عمانيين وفي هذا المكان. اليوم أنا حجرب هذه التجربة، صحيح مغامرة شوية مخوفة بس أنا قررت إني أتحدى مخاوفي. احنا الان في مسير جبلي مع فريق الرستاق، معنا جمعه من الفريق. هلا جمعه، كيف حالك؟ الحمد لله. خبرنا عن المسير اللي حنعمله اليوم مع بعض. والله مسير اليوم في قريه من وادي السحتن، مسير خفيف سياحي. سياحي؟ نعم. يعني ها خفيف، واحده واحده. واحده واحده. طيب المسار نفسه بيكون دائما الناس بتجي في الصيف في الشتاء؟ لا، هذا المسار تكون عاده في الشتاء، في الصيف يكون حراره والناس ما تحب المسارات بالحر يعني. بعد ما نخلص هنا حنروح فين؟ حنروح التخييم في قرية الحيل وادي السحتن. جميل، إذا اليوم معنا تجربة المسيرة الجبلية وبعدين حنتحرك للتخييم. نعم. بسم الله. بسم الله. ها ها شباب. روح يا عبد الرحمن روح. والله تمام، طيبين كويسة، زرتونا ما شاء الله. والله ما شاء الله، صراحة رحلة التسلق كانت يعني عظيمة. أول تجربة هالك؟ في عمان حسيتها مختلفة لأنه المسار جبلي. صحيح. بس لاحظت أنه في فريق كان معانا طوال الرحلة متطوعين، ولا هم شغالين في شركات ولا ممكن؟ لا، هو فريق يتبع نادي الرستاق، يعني نادي ولاية متخصص في هذه الأمور. فطبعا تحصل في جميع الولايات يوجد فيها فريق يعني وشركة متخصصة. ايوه. وهي الفرق بتساعد السياح والكذا اللي بيجوا. نعم، تساعد السواح في المسير الجبلي، ونفس الشيء تساعد في نزول الاوديه والنزول بالحبال. وعمل فعاليات مثل الان احنا عاملين الشواء. نعم، يعمل مخيمات مثل هذا الكامبينج وهذه الحركات، تخييم والنار ومشاوي ومضبي وهريسه. الشباب عاملين اكلات عمانيه طبعا. اي والله اليوم ان شاء الله نجربها ونحس ان احنا اخذنا التجربه كامله، لانه اللي يجي عمان خصوصا في المناطق الجبليه لازم يخوض هذه التجربه، التخييم نعم نعم، خاصه في هذه الاجواء. الحين اجواء ممتازه مع التخييم، الجو بارد وحراره ماشي تكثر يعني اجواء جميله مثل الضباب والامطار والشلالات. جميل، يعطيكم العافيه شباب. الله يعافيك. ما كنت متوقع أن سلطنة عمان فيها كل هذه الأنشطة. رحت تسلق، عملت تخييم، زرت كهوف، شلالات، صراحة بلد متنوع بشكل كبير. بلد كتير حلو، أنا كتير انبسطت إنه جينا على سلطنة عمان، يعني قدرت أتعرف عن قرب عن عاداتهم وتقاليدهم من خلال أزيائهم والعرس. معقول كان كتير تجربة كتير حلوة. وش صار معك في مسفاة العبريين؟ كتير حلوة، يعني ما بتصدق انه في عالم كانوا عايشين بهالطريقه من سنين. وصورتي؟ صورت. عندنا تحدي بعرف، بشوفها وريني. ما كان عندي كثير وقت صور صراحه، وريني الصور اللي صورتيها لانه انا المحل يعني. وريني الصور. بس انه هيك شيء يعني هيك بيوت عرفت هالقد قديمين، الحجر، التفاصيل. لا بتصوري كويس. لا انا كمان شوفي الصور اللي انا عملتهم، شوفي تخيلي هذا بين جبلين، الأرجوحة هاي شايفاها؟ أنت ربحت. صورتك كثير أحلى من صورتي. لا هي البلد جميلة، بيطلع فيها صور كثير حلوة. صح. بس حلو إنك بدأتي تعترفي. برافو عليك. أول تحدي بتربحه منيح. في ولايتي نزوى والرستاق بحثت عن الثقافة والتاريخ فوجدت الكثير، وأنا بحثت عن المغامرة والنشاطات فعشت لحظات لا تنسى. نترك عمان الجميلة لنبحث عن بلاد جديدة، فالعالم مليء بوجهات سفر علينا اكتشافها. إلى اللقاء في مغامرة جديدة.